عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في عندنا درس جديد عنوانه الشدة. رح نتعرف على الشدة وإيش لفظها. في عندنا كلمة جربة، خلينا نشوف الحرف المشدد اللي هو حرف الراء، نضع عليه دائرة. كلمة نحب، الحرف المشدد هو الباء، نضع عليه دائرة. كلمة معلمتي، الحرف المشدد هو اللام، نضع عليه دائرة. هنشوف احنا ليش حطينا الشدة. الشدة يا اول عبارة عن حرفين، الشدة دائما عبارة عن حرفين، حرف ساكن والثاني متحرك. يعني الر عندي حرفين، الاول ساكن والثاني متحرك. ايش هي الحركة اللي عليه؟ فتحة. اذا الشدة دائما عبارة عن حرفين، الاول ساكن والثاني متحرك. الر ر ساكنة والثاني متحركة. خليني اشوف اذا بدي احلل كلمة جربة، شو بدي احللها؟ ج ر تحرك ساكن، ر و. إذن جربة، جربة. إذن الشدة عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. طريقة قراءتها جربة، جربة، جربة. لما أجي أقرأها بالتحليل جربة، جربة. خلينا نشوف كلمة نحب، نحب عندنا الحرف اللي عليه شدة الإب. خلينا نشوف الاب عبارة عن ايش. احنا قلنا الشدة عبارة عن حرفين، الشدة عبارة عن حرفين، الاول ساكن والثاني متحرك. نحب. اذا الشدة عبارة عن حرفين، الاول ساكن والثاني متحرك. خلينا نشوف تحليل كلمة نحب. نحب تحرك ساكن، بو نحب، بو نحب، بو. خلينا نكمل مع كلمة معلمتي. في عندي كلمة معلمتي، الحرف المشدد اللي هو حرف اللام، حرف اللام عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك عليه كسرة. خليني أشوف تحليل كلمة معلمتي. مُعَل تحرك ساكن، لي م تي. إذا الشدة عبارة عن حرفين، الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. خليني أشوف عندي، إذا قلنا في عندي إب إذا قلنا عندي إتو، إذا قلنا عندي إق، إذا قلنا عندي إزو، كمان إذا قلنا عندي إما. خلينا أشوف شو هن الأحرف، شو هن الشدة. لما أقول أني إب، الإب الأولى ساكنة والثانية، الإب الأولى ساكنة والثانية راح تكون إب مع آ. فلما أقرأها إب با، إب با. خلينا أشوف الإتو، الإت الأولى ساكنة والثانية إت مع أو. خلينا أقرأها إتو، إتو. خلينا أشوف إق، الإق الأولى ساكنة والثانية عليها فتحة، فبقرأ الحرف الأول ساكن والحرف الثاني عليه فتحة، فبقرأ إق، إق. خليني أشوف إزو، الحرف الأول ساكن والحرف الثاني
عليه ضمة. خليني أشوف إما الأم الأولى ساكنة والأم الثانية مع أ. إذا الشدة عبارة عن حرفين، حرفين فكيناهن، الأول ساكن والثاني متحرك. يعني إذا بدي أكتب كلمة نحب في هذا الشكل، نحب في هذا الشكل، رح يكون أصح ما إني أكتبها في هذا الشكل، نحب نحب. إذا كلمة نحب في هذا الشكل أصح ما إننا نكتبها بهذا الشكل. الأب زعلانة إجت تبكي، فقمنا دغمناهن حرفين ببعض، دمجناهن مع بعض، وحطينا عليهن شدة، وحطينا عليهن شدة في هذا الشكل، نحب في هذا الشكل، رح يكون أصح ما إني أكتبها في هذا الشكل، نحب نحب. إذا كلمة نحب في هذا الشكل أصح ما إننا نكتبها بهذا الشكل. الأب زعلانة إجت تبكي، فقمنا دغمناهن حرفين ببعض، دمجناهن مع بعض، وحطينا عليهن شدة، وحطينا عليهن شدة. الآن خلينا نأخذ كلمات تحتوي على شدة. في عندي كلمة سو إما، في عندي كلمة أو رد تي دو. شايفين أنا شلون كتبت الكلمة؟ في عندي كلمة سو ال لا. اللي عندي، عندي كلمة ثم، عندي أرددو، سلامون. خليني أشوف الكلمات. ثم الحرف المشدد فيها حرف الميم، عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. ثم ثم ما ثم ما. خليني أشوف كلمة أرددو، أنا كتبتها بالشكل هذا. هاي الكلمة إجت تبكي، فيها إجا يبكي فيها حرف الدال، زعلان إجا بشكي إنه أنا عبارة عن حرفين وشكلي في الكلمات غير لائق. فشو بدنا نعمل عشان إحنا نساعده؟ بدنا نكتبه بهذا الشكل، أو را دي دو. إذن أنا كتبته بهذا الشكل لأنه إجا زعلان، بقول أنا الشكل غير لائق في الكلمات، فكتبناه بالشكل هذا لحتى يصبح شكله لائق في الكلمات. إذن كلمة أرددو حرف الدال فيها مشدد. كلمة سلمون، سلمون حرف اللام عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. خليني أشوف أنا كيف بدي طريقة كتابته، كيف بدي أجمع الحروف مع بعضها. سو إلا من سلامون. إذن الشدة عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. لا ننسى أول إنه الشدة حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. خلينا نشوف لفظ الشدة لما يجي على بعض الكلمات كيف بيختلف معانا. في عندي كلمة ق ط ع. شوف لما أشدد حرف الطاء شلون بده يصير لفظها معي. ق ط ع قطع
في عندي قطاعة. إذا رح يختلف الحرف المشدد، رح يختلف الحرف المشدد بغير لفظة الكلمة وبغير معناها. إذا الشد عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. الآن رح ناخذ بعض المقاطع اللي فيها شد. في عندي في عندي ابو، في عندي اب، في عندي اسو، في عندي اس، في عندي اعي، في عندي إحا. إذا في عندي مقاطع كتبتهن مع الشدة. خلينا نشوف الأوا عبارة عن حرفين، الحرف الأول ساكن والثاني مع آ، قرأناها أوا. الأبو عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني مع أو، نقرأها أبو. الأب عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني عليه حركة فتحة، فبنقرأها إب إب. السو عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني مع أو، بنقرأها إسو. إس عبارة عن حرفين، الأول ساكن، الأول ساكن عفوا، والثاني عليه فتحة إس. وإعي عبارة عن حرفين، إعي عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني مع إي. وإح عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني مع آ. إذا الشدة عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني مع الحركة أو مع حرف المد. إذا الشدة حرفين. خليني أشوف عندي التدريب الأول، أردد الكلمات منتبها إلى الحرف المشدد. في عندي كلمة جرابة، جرابة، خليني أني أفك حرف الراء وأشوف حرف الراء عبارة عن إيش. الر عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. نفس الإشي كلمة نحبه، ننفك حرف الباء، الحرف الباء الإب عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. كلمة معلمتي حرف اللام الألي عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. السؤال الثاني يا أول، أضع دائرة حول الحرف المشدد، بنحط دائرة على الحرف المشدد. السؤال الثالث، أضع دائرة حول الحرف المشدد في الكلمات، بنحط دائرة على الكلمة اللي فيها الشدة. بنحللها يا أول على الطريقة اللي أنا علمتكم إياها، إنه الساكن مع متحرك والمد الطويل مع بعض. التدريب الرابع، أضع دائرة حول الكلمات المشددة، كمان نفس الإشي بضع دائرة حول الكلمات المشددة. إذا الثالث على الحرف المشدد وبحلل الكلمة، الرابع على الكلمة المشددة وكمان بحلل الكلمة. ويعطيكم ألف عافية. في عندي إب، في عندي إسو، في عندي إس، في عندي إعي، في عندي إحا. إذا في عندي مقاطع كتبتهن مع الشدة. خلينا نشوف الأوا عبارة عن حرفين، الحرف الأول ساكن والثاني مع آ، قرأناها أوا. الأبو عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني مع أو، نقرأها أبو. الأب عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني عليه حركة فتحة، فبنقرأها إب إب. السو عبارة عن حرفين،
الأول ساكن والثاني ما أوم، نقرأها السو. الس عبارة عن حرفين، الأول ساكن، الأول ساكن عفوا، والثاني عليه فتحة الس. وإعي عبارة عن حرفين، إعي عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني مع إي. وإح عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني مع آ. إذا الشدة عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني مع الحركة أو مع حرف المل. إذا الشدة حرفين. خليني أشوف عندي التدريب الأول، أردد الكلمات منتبها إلى الحرف المشدد. في عندي كلمة جرابة، جرابة، خليني أني أفك حرف الراء وأشوف حرف الراء عبارة عن إيش. الر عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. نفس الإشي كلمة نحبه، ننفك حرف الباء، الحرف الباء الإب عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. كلمة معلمتي حرف اللام الألي عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. السؤال الثاني يا أول، أضع دائرة حول الحرف المشدد، بنحط دائرة على الحرف المشدد. السؤال الثالث، أضع دائرة حول الحرف المشدد في الكلمات، حول الحرف المشدد، بنحط دائرة على الحرف المشدد. السؤال الثالث، أضع دائرة حول الحرف المشدد في الكلمات، بنحط دائرة على الكلمة اللي فيها الشدة وبنحللها يا أول على الطريقة اللي أنا علمتكم إياها، إنه الساكن مع متحرك والمد الطويل مع بعض. التدريب الرابع، أضع دائرة حول الكلمات المشددة، كمان نفس الإشي بضع دائرة حول الكلمات المشددة. إذا الثالث على الحرف المشدد وبحلل الكلمة، الرابع على الكلمة المشددة وكمان بحلل الكلمة. ويعطيكم ألف عافية.